مساء الخير مشاهدينا، واهلا بكم في اولى حلقات برنامج بلاتفورم الذي يعنى بمنصات التواصل الاجتماعي وتفاعل الجمهور مع القصص الاكثر تداولا على فيسبوك، تويتر، انستغرام، يوتيوب وباقي المنصات الاخرى. بلاتفورم اختار لكم اليوم ببجي، لعبة المتعة والإثارة والأرقام القياسية التي شغلت شباب العالم. تحدي العشر سنوات من الصور الشخصية إلى طرح القضايا الجدلية. وهاشتاغ لا لتمديد العهدة الرابعة يتصدر الوسوم الأكثر تداولا في الجزائر. وكيف يؤثر المشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي على حياتنا وسلوكنا، مع ضيفة الحلقة زينب سعيد. لعبة ببجي، وبعد إصدار نسخة للهواتف الذكية أو ما يعرف ب ببجي موبايل، تحولت إلى اللعبة الأكثر تحميلا في 100 دولة على الأقل، وبيع منها أكثر من 24 مليون نسخة حتى الآن. وفي تصريحات لصحيفة الجاردين البريطانية، قال مخترع اللعبة براندن جريني أن أكثر من 6 ملايين شخص أمضوا أكثر من 100 ساعة في لعب ببجي العام الماضي. نظرة على ببجي في التقرير التالي. قد يكون من الصعب الدخول إلى أي منصة في عالم الألعاب دون المرور بباتل رويال، التي أصبحت الأكثر شهرة منذ 2017، وتحديدا بعد إطلاق لعبة بلاير ناونز باتل جراوند أو ما يعرف ببوبجي، التي طورت في استوديوهات بلو هول الكورية. بلاير ناون أو براندون جرين هو الشخص الذي ارتبط اسمه بلعبة ببجي، وهو المصمم الخاص للعبة وصاحب الفكرة الأساسية التي لم تلقى النجاح الكبير في البداية، كونها لم تكن مطورة بالأساس لتتناسب مع نمط باتل رويال. بعد عدة تجارب، تعاقد براندون مع استوديو بلو هول الكوري، وعمل معهم منذ 2014 على تطوير لعبة كاملة تحت اسم بلاير ناونز باتل جراوند. استمر العمل عليها 3 سنوات لتخرج بنسختها الأولى في 2017 على منصة ستيم. وخلال الأشهر الأخيرة، تمكنت لعبة ببجي من العودة بقوة إلى ساحة الألعاب عن طريق إصدار الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد أو iOS ببجي موبايل، والتي سرعان ما انتشرت لدى مئات الملايين من اللاعبين حول العالم في وقت قياسي. الفكرة تبدأ بمئة لاعب داخل طائرة حربية تحلق فوق جزيرة كبيرة، ويمكن للاعب أن يختار مكان قفزه، وبعد ذلك عليه جمع الأسلحة وأغراض أخرى مثل الدروع والحقائب ومعدات الشفاء والتنشيط التي تساعده على النجاة، وكل اللاعبين سيكونون قتلة أو ضحايا في ببجي. فبراير 2019، ومن أجل زيادة المتعة والإثارة خلال اللعب، أدخلت الشركة المنتجة تحديثات جديدة على ببجي، وأطلقت تحدي مواجهة الزومبي، حيث يجب على اللاعبين محاربة هذه الكائنات أثناء اللعب في الليل والانتصار من أجل البقاء حتى الصباح. هنا استعانت الشركة المنتجة بالعديد من شخصيات لعبة Resident Evil 2، واستخدمت موسيقى اللعبة من أجل زيادة المتعة بشكل كبير، كما شهد التحديث الجديد العمل على منح كافة اللاعبين مساحات جديدة، ووضعت مؤثرات إضافية على الخرائط وساحات القتال. مشاهدينا، تحضر معنا في الاستوديو لاعبة ببجي رهف الجريتلي للحديث حول هذه اللعبة. أهلا بك رهف. أهلا بك رهف. أولا أنا حنحاول نكون معك أو مع اللعبة موضعية، لأني من المتضررين من هذه اللعبة، لكن حنحاول أني نعطيك مجال تتحدثي حول السلبيات والإيجابيات في نفس الوقت. الشباب من اللاعبين في هذه اللعبة يقولوا أن البنات دخلات على هذه اللعبة بحكم التحاقهم المتأخر بها. متى التحقتي باللعبة؟ وكيف كان أول مرة لعبتي فيها؟ وشنو الوقت اللي تستغرقيه في اللعب؟ تقريبا صار لي 4 شهور بدأت في اللعبة. أول مرة لعبتها من عند صاحبتي، جربتها من عندها، ما كنت بعرف أبداً، كنت كتير ضد اللعبة، ما بحبها، إنه لعب الساعة ما تلعبوها وما بنصح حدا. بعدين نزلتها عندي وبدأت شوي هيك إنه لعد ما عجبتني، وصرت ألعبها، وتقريباً هي
في الويكند تاخذ نص يومي اذا انا ما عم سوي شيء، وفي ايام الدراسه نفس الشيء. نص يومك يعني كم ساعه؟ ما بعرف تقريبا كم ساعه، بس تاخذ كثير. هي مثلا الجيم الواحد 40 دقيقه، ممكن في اليوم بلعب 5 جيمات 6 جيمات. طيب تلعبيها في غرفتك الخاصه في الصاله؟ مرات في الغرفه، مرات في الصاله، مرات اذا بدي اسوي شيء يعني دائما باخذها معي يعني عشان ما اوقف اللعبه، ومرات في البريكات في المدرسه بلعبها، عندنا بريك ساعه كامله بقعد العب فيها جيم. طيب لما نتبع اللعبة هذه، أن أكثر اللاعبين من العرب لهذه اللعبة هم من دول العراق، سوريا، عندك أيضا ليبيا، دولة ليبيا اللي أنت منها. البعض ربط عدد اللاعبين من هذه الدول بحكم الظروف اللي مروا بها، خيبات الأمل، الحروب، الحالة العسكرية اللي مروا بها أو مظاهر العسكرة اللي مروا بها. وفي أيضا من ربط هذا الموضوع بأن الشباب العربي الآن يمر بخيبة أمل في واقعه الأصلي، يعني في الواقع، فيدخل إلى هذه اللعبة يحس أنه أنجز. هل أنت تحسي أنك تضيفين لمسة لهذا العالم داخل هذه اللعبة، أم فقط هي هواية أو شيء تفرق؟ لا، لما تفوز بتحس بإنجاز، يعني نحس أنك أنا أنجزت إشي، يعني أنه لما أفوز قاعد 40 دقيقة أو بيكون في 100 واحد 99 واحد غيري قاعد عم يلعب، وإذا بتخص إذا عم بلعب لحالي مش مع تيم، فوقت ما أفوز بحس إنه إنجاز، يعني إنه أنا قدرت أتغلب على 99 واحد قاعد عم يلعب معي. بس إنجاز في العالم الافتراضي، صحيح؟ أكيد. طيب في يعني هاشتاج طلع اسمه أوقفوا بابجي، ناس تشتكي من هذه اللعبة وتقول إنها أن عندها سلبيات أكثر من الإيجابيات. صحيفة The Guardian البريطانية قالت إن فيها محتوى عدواني وتحفز على العدوانية، هل هذا صحيح برأيك؟ أوكي، هو طبعاً كتير عدائية اللعبة، بس هي ما بشوف إن هي ممكن تعمل ضرر، هي بس بتضيع الوقت. بس أنا مثلاً زي في حياتي ما شفت إنه أنا صرت عدوانية أكثر أو إنه تضررت، بس إنه هي بتأخذ وقتي، يعني ما بشوف إنه في ضرر كتير كبير لدرجة إنها تتوقف اللعبة، لأنه هيك ألعاب موجودة من زمان يعني ما في ضرر. طيب بس نكون عادلين، شنو هي إيجابيات اللعبة؟ البعض يقول أن اللعبة أصبحت هي منصة تواصل أكثر ما هي لعبة. يعني مرات مثلا بدل ما أتصل على صاحبتي بحكي معها في ببجي ونلعب، بتصير يعني بطلنا نتكلم في الواتساب أو في أي مكان، صرنا نتكلم في ببجي ونلعب نفس الوقت. طيب هل تعرفتي على أشخاص جداد من خلال اللعبة؟ أبداً ما بعطي فرصة يعني. طيب اللعبة هذه إلى متى ستستمرين في لعبها، وشنو هو الهدف؟ يعني أنت هل تحاولي توصلي أن تكوني محترفة بروفيشنال كابن سوريا مثلاً من أشهر اللاعبين؟ طبعاً بدي أكون كثير محترفة إن شاء الله، يعني في اللعبة هيك بتمنى، يعني أنه بشوف ناس كثير هيك بتعرف تلعب منيح، فإنه ليه أنا ما ألعب زيهم؟ وفي زي الار بي اللي هو المهمات اللي بيعطونا اياها اعلى شيء 100، فبتمنى اني اوصل 100. طيب هل منها مثلا دخل مادي ممكن يجي، او هي فقط؟ لا ما في، ما اتوقع ما في. تمام، شكرا لك، كانت معلومات قيمه. انت كلاعبه ببجي نشكرك على المشاركه معنا. عفوا، ان شاء الله تتفوقي وتحترفي كما تتمنين ان شاء الله. شكرا. بحسب إحصائيات تويتر، يبلغ عدد الوسوم التي تتم مشاركتها في اليوم الواحد 125 مليونا على مستوى العالم، مما يساعد مستخدمي الموقع على الاطلاع على آخر المستجدات واستعراض الأحداث الآنية. هذه أبرز الوسوم، فمع إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عدم ترشحه لولاية خامسة وتأجيل الانتخابات المقررة في أبريل القادم، أطلق نشطاء جزائريون هاشتاغ لا لتمديد العهد الرابعة، احتجاجا منهم على ما آلت إليه أحوال البلاد. الناشط يونس مختاري، وتحت هذا الوسم غرد لا للعهدة الرابعة المطولة وغير الدستورية، نعم لانتخابات مبكرة، لا لحكم العصابات، لا لوزارة المجاهدين. الملحن الجزائري ميهوب بوعلام على تويتر أيضا دعا المعارضة والشخصية الوطنية إلى التحرك ضد ما سماها الكارثة، وقال إن النظام ارتهن دولة بأكملها. حمزة بالعابد أعاد نشر فيديو لطفل جزائري مخاطبا رئيس الوزراء أحمد حي الذي قدم استقالته الاثنين، وكتب تحت الفيديو: يعجز الكلام عن التعبير، الشكر، كل الشكر لهذا الطفل وهذه الحرارة وهذا الانتماء الكبير للوطن، أطفال الجزائر هم مستقبلها. نشاهد. لازم
الشعب اللي خير، الشعب هو السلطة. ما كاش وي وي هيا ويحيى دائما في سوريا. حوادث القطارات في مصر وآخرها حادثة محطة رمسيس التي راح ضحيتها العشرات أثارت ردود فعل متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ محطة رمسيس، عبروا من خلاله عن أسفهم لما حدث وقدموا الشكر لبطل مصري أنقذ عددا من الأشخاص في الحادث. قلم حر اختزل ما حصل في محطة رمسيس بصورة واحدة وغرد قائلا: الصورة مقسومة نصفين، نصف أبيض ونظيف ونص أسود ورماد، نص لابس بدل ونص لابس كفن. أيضا عبد الله الدسوقي اختار نشر صورة وليد مرضي الذي قيل إنه أنقذ عددا من المصابين وكتب: البطل وليد مرضي، اللهم حرم جسده من النار، وعلق بالهاشتاج محطة رمسيس. راشد بسيوني أيضا هو الآخر قال: لفت انتباهي شيء في فيديوهات محطة رمسيس، الناس يهربوا من النار ورجل واحد فقط بقي مع المصابين وأنقذ حياتهم، لا يجب أن ننساه ويجب أن نكافئه على هذا الموقف. كل كلمة تخرج منا مهمة، كل ما نقوله أو نكتبه أو ننشره على وسائل التواصل الاجتماعي قد يؤثر في الآخرين ويحدث فارقا، فاجعلوه فارقا إيجابيا، لأن التنمر قاتل. السعودي عبد الرحمن الشهراني كاد أن ينتحر بسببنا نحن وكل من تنمر عليه، نحن الذين استخدمنا صوره لتكون مادة ساخرة على منصات التواصل الاجتماعي، ونحن لا نعلم معاناته مع مرض السرطان، هذا المرض الخبيث الذي أحدث تأثيرا دائما في وجهه. كثيرون غردوا دعما له واعتذروا على استعمالهم لصوره. قناة روتانا خليجية أجرت مع الشهراني حوارا عبر برنامج يا هلا، ونشرت مقاطع فيديو للمقابلة، وقالت: كينج العزيزي عبد الرحمن الشهراني على لسانه، حاولت الانتحار بشاحن السيارة. الحالات الله يسلمك عن السمونه عن كرهته وكذا، ويسبون علي واللعن، وشوية تفاجأت اني بنتحر. انا فاجأة وخذت كذا من اشياء هذا الشاحن وحطوا فيه سمي، وسويت سمي وانا الحين انتحر، احس اني ابي انتحر خلاص. المغردة أثر كتبت على تويتر: أنا آسفة على كل شخص تنمر عليك، أنا آسفة على كل ساخر وتافه وصغير عقل جعل من خلقة الله أضحوك، أنا آسفة على كل الشتائم والنكت التي علقوها على كتفيك، تحملت ما لا أعتقد أن أي أحد منهم سيتحمله، أنت قوي ومرح والناجي من التنمر مجاهد حرية. حامد الزوي من ليبيا هو الآخر اعتذر للشهراني وغرد تحت صورة له: لم أضع يوما صورة لك، ولكن أعتذر نيابة عن أصدقائي عن كل سخرية صدرت منهم تجاهك، وأسأل الله لك العافية والصحة، التنمر بلاء وبلاء الله بمثابة النجاة. مع اهتمام الناس بما يدور في وسائل التواصل الاجتماعي وتفاعلهم مع أغلب ما يعرض، قد يصبح المحتوى اتجاها عاما يتبعه رواد السوشيال ميديا، وهو ما يعرف عادة بالترند. في هذه الفقرة حاولنا تجميع أكثر الترندات التي شدت المتابعين وحققت انتشارا واسعا ومشاهدات بالألاف. تحدي العشر سنوات أو ما يعرف بـ 10 years challenge، وبعد أن كان يهتم بنشر الصور الشخصية الحالية إلى جانب الصور التي التقطت قبل عشر سنوات، انتقل إلى مواضيع أكثر جدية وأصبح يناقش قضايا جدلية.
اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغيير المناخ استغلت التحدي وغردت. خلال العشر سنوات الأخيرة ارتفع تركيز ثاني أكسيد الكربون في الجو ووصل إلى مستويات غير مسبوقة. في 2019 من الضروري تكثيف مجهوداتنا للوصول إلى أهداف اتفاق باريس حول التغيرات المناخية. البعض عاد بذاكرته لبداية الثورات العربية، في حين وقف آخرون عند الدمار الذي طال بعض البنايات والمنشآت الحيوية بهذه البلدان، كما بدا هنا في الصورة التي نشرتها صفحة لافتات أحمد مطر على فيسبوك. أيضا منظمة جرين بيس الأمريكية نشرت صورة على إنستغرام وكتبت عليها: ما بنتها الطبيعة في مئات الآلاف من السنين دمره البشر في أقل من عشر سنوات. هذا التحدي العشر سنوات في أتعس صوره اليوم في غابة الأمازون المطرية. أما الصحفية الفلسطينية أمل دويكات فقد كانت لها رؤية لتحدي العشر سنوات، حيث نشرت صورة لخارطة فلسطين وكتبت: هذا تحدي العشر سنوات الأخيرة في الاستيطان بالضفة الغربية. أيضا تحد جديد ظهر بداية 2019 على صفحات السوشيال ميديا، وهو تحدي بيرد بوكس أو بيرد بوكس تشالنج الذي شارك فيه آلاف الشباب حول العالم. ورغم أن بعض التحديات السابقة كان بها بعض الفكاة والترفيه، إلا أن التحدي الجديد قد يؤذي من يحاول تجربته. فريق هيوستن تكسانز الأمريكي خاض التحدي بطريقته الخاصة وقال إن بيرد بوكس تشالنج ليس صعبا كما يبدو. الأمريكي ترافيس جرين نشر فيديو لمدرب فريق الباسكتبول روي ويليامز وقال إنه لا يزال قادرا على تسجيل الأهداف وعينه مغمضتان ولا مشكلة. أما الصحفية اللبنانية إيمان إبراهيم فكان لها وجهة نظر مختلفة، فقد أعادت نشر مقال لمجلة سيدتي وكتبت: نتفليكس أمام مأزق أخلاقي، مشاهدوها تعاطفوا مع قاتل متسلسل وبعضهم انتحر والبعض خاطر بحياته. أما الممثل الكوميدي الأمريكي كونر راتليف وبطريقته عاش تحدي بوكس بير تشالنج عبر نشر فيديو للرسوم المتحركة ميكي ماوس، وقال إن ميكي جرب التحدي منذ 1936. في يد كل واحد منا جهاز يربطه بالعالم الافتراضي، حتى وأنتم تشاهدوننا الآن تمسكون بهاتفكم الذكي. شئنا أم أبينا نؤثر ونتأثر بهذا العالم. ربما نتحدث بالطريقة التي يتحدث بها فلان على صفحته بفيسبوك، أو نتبنى رأي آخر أثار جدلا على صفحتي بتويتر. إذن ما هو هذا العالم المتدفق بتدفق أجزاء الثانية، الرافع لأسماء بضغطة زر إعجاب والنازل بأخرى بوسم واحد؟ هل نتأثر فعلا؟
هل يهمنا ما يدور في السوشيال ميديا؟ هل ما زال قرار الانسحاب بيدنا أم هو جزء من حياة لا مفر منها؟ فوكس بوب وأراءكم. السوشيال ميديا عندها إيجابيات، أن الأخبار صارت توصل بصورة أسرع، أن الناس صارت تفكر بطريقة إيجابية، في ناس تأثر، في ناس توصل في أخبار حلوة، في ناس يعني صارت تجتمع على أشياء زي الحملات التوعوية والأشياء هذه. أما السلبيات برضو، حتى مش هنجي على جهة واحدة، طبعا في سلبيات في الموضوع، أن فيه الأكاذيب صارت توصل بطريقة أسرع، أن تشويه السمعة صار موضوع سهل، أي حد يقول حاجة تؤخذ كحقائق. السوشيال ميديا بوابة زمنية إلكترونية، بحيث أول ما تخش هذه البوابة تشوف العالم اللي حولك كله، شن صاير فيه، شن أخباره، شن شهير، كل شيء. بالنسبة للعيوب، أنا مش نقول عيوب، بنقول هي استخدام خاطئ بعض الأشخاص، ممكن يكون في تشهير على حد معين، يكون انتحال شخصية، يكون نشر أخبار كاذبة. طبعا من السوش أخطر حاجة هي مضيعة الوقت، في اللي قد عنده أشغال، عنده برامج، عنده قراية، فتلقاه مسيب قرايته، مسيب شغله، وقاعد على مواقع التواصل الاجتماعي. هذه آراءكم. إذن دعونا الآن ننظر من زاوية المؤثر صانع المحتوى، هل يضع في اعتباره حجم تأثيره وهو يعد أو يقدم محتوياته؟ هل يجب على المؤثرين الالتزام بالمثالية وتقديم محتوى يتناسب مع المجتمعات التي ينتمون إليها، كونهم قدوة لباقي المجتمع حتى وإن اضطروا لاصطناع هذه القيم؟ كل هذه الأسئلة تجيب عليها ضيفتنا زينب سعيد التي تنضم إلينا عبر السكايب من ألمانيا. زينب سعيد طالبة هندسة صناعية، عدد المتابعين لديها على إنستغرام 161 ألف متابع، عدد المشتركين بقناة اليوتيوب أكثر من 6000 مشترك، وفيديو الدراسة في ألمانيا هو الأكثر متابعة على اليوتيوب و20 ألف مشاهدة على هذا الفيديو. أهلا بك زينب. أهلا شيماء، شكرا على الاستضافة. شكرا لك زينب على تلبية الدعوة. إذن أنت طالبة هندسة صناعية بألمانيا وصانعة محتوى على السوشيال ميديا، ما الرابط بين هذه وتلك؟ الرابط هو أنني أنا بعيدا عن مجال الدراسة ديالي كنت نمارس المسرح، كنت نمارس الغناء، فبقت عندي علاقة وطيدة ما بين الميكرو والجمهور. فمن بعد ما أخذت تجربة الغربة في ألمانيا، حاولت نربط ما بين الهوايات ديالي وكيفاش نقدر نفيد الآخر بهالشي اللي تعلمت في الغربة. واقترح أني نبدأ بيوتيوب، كان هو من عند ناس اللي كنت وصلت لهم في مساعدات أو دخلت لهم في مسائل اللي كانت صعبة الحل عليهم. زينب، يعني إذا يعني لاحظت أن أغلب محتوياتك على وسائل التواصل الاجتماعي هي محتوى تحفيزي يدعو إلى الإيجابية ويدعو إلى الطموح ويعني وطرق النجاح في الحياة، هل تعتقدين أنك مؤثرة في الناس؟ هل تعتقدين أن ما تقولينه يؤثر في متابعيك، خصوصا وأنك كل مرة تؤكدين أن هذه الصفات يجب أن تكون في المرأة، المرأة العربية، هل تعتقدين أن النساء يتأثرون منك؟ أعتقد ذلك، يعني حسب الردود اللي أتلقاها أعتقد أن التأثير يصل، وأي حاجة كتجي انطلاقا عن تجربة فكنظن أنها كتوصل للمتلقي. طيب، أغلب المحتويات كما قلت هي تحفيزية وإيجابية، في يعني على طبيعة الحال في بعض المحتويات، في بعض الفيديوهات على صفحاتك يعني تتحدث فيها عن بعض الأحداث السلبية التي حصلت في حياتك، لكن الأغلب هي تحفيزية وإيجابية. هل في رأيك أن تقديم نفس هذه المحتويات ربما يعني يخلق خيبة أمل لدى المتابعين، خصوصا وأن الناس ليسوا كلهم يعيشون حياة وردية وحياة إيجابية، كلنا يعني في الصباح نكون بنفسية مختلفة وفي الليل بنفسية مختلفة، هل هذه هي رسالتك أن نحاول أن نكون إيجابيين مهما حدث؟ هي بالدرجة الأولى ليس أن نحاول نكون إيجابيين، لأن المحتوى الذي أقدمه هو انطلاقا مما كنت بحاجة إليه في واحد الوقت، فبعد ما توصلت النتائج حاولت نشاركها مع الآخر
طبيعة الحال أنا كنقول ليش الحياة فردية وكل شيء إيجابي، ولكن كنحاول نعطي نقاط اللي يمكن الآخر إلا ينتبه لها أو حاول يتبعها يقدر يتجاوز العقبات اللي كتصادفه في الحياة بطريقة أفضل. طيب أنت كصانعة محتوى، ما رأيك في المحتويات المعروضة على وسائل التواصل الاجتماعي على كثرتها؟ شوفي أنا بصراحة أصبحت مقلة السنة، يعني أكثر من سنة أصبحت مقلة في المحتوى يعني وفي الظهور وكل شيء، لأنه المحتوى بصفة عامة البلاتفورم ديال السوشيال ميديا ما بقاتش كتعجبني، مستوى شيئا ما نقدر نوصف العالم العربي بيدني، فهنا حاولت نتراجع وعاود نفكر في كيفاش نقدر نبني محتوى اللي يمكن يقدر يواصل المسير وسط هذه الضجة اللي طيب في رأيك ما هي الأسباب اللي جعلت من المحتوى دنيء كما وصفته؟ الأسباب بالدرجة الأولى أظن أنها غياب المراقبة، لأنه وسائل التواصل الاجتماعي متاحة للجميع، أنت غير مجبر تأدي واحد الحاجة، ما عندكش مراقبة، ما عندكش قوانين كتحكمك شيئا ما، حر تكتب اللي بغيتي تقدم اللي بغيتي، كنظن هذا السبب بالدرجة الأولى. زينب سعيد نشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا، كنت معنا عبر السكايب من ألمانيا. مشاهدينا إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة الأولى من برنامج بلاتفورم، شكرا على متابعتكم، نلقاكم الأسبوع القادم.